التقديم إلى ضيف المكرم، أهلاً وسهلاً بمن جاء إلينا، أهلاً وسهلاً بمن جاء إلينا، نرحب بمن تفضل إلينا. لكم منا ألف تحية، لكم منا ألف تحية نزفها مع تحية إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بفضيلة الشيخ المكرم، فضيلة الشيخ المكرم الوارد من مكة المكرمة، الوارد من مكة المكرمة من المملكة العربية السعودية، حماه الله من كل مكروه. المكرم فضيلة الشيخ محمد محي الدين المكي، أخو لفضيلة الشيخ عبد الحفيظ مكي حفظه الله تعالى ورعاه، فليتفضل مشكورا ماجورا. نرى التكبير الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، الحقيقة أنا أشكر القيادة والعلماء الكرام والمشايخ العظام الذين سمحوا لي بإلقاء كلمة أمامهم. هذا ما يسعدني أن أتشرف بالحضور مؤتمر تحفظ الحرمين الشريفين. الحقيقة نحن كلنا مسلمون، وجمعتنا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. نريد أن نخبر أعداء الإسلام اليهود والهنود والنصارى والشيعة الحاقدين بأنه لا يستطيعون أن ينظروا أو يتجهوا إلى الحرمين الشريفين. الأمة الإسلامية متحدة وواقفة مع بعض ضد أي شخص حقير أو غليظ أو من الشيعة أو الإيرانيين أو الذين ينكرون، والله خير الماكرين. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الحقيقة الواقعة أن الهوثيين هم الذين اعتدوا على بلادنا، وإيران هي التي تدعمهم، ونحن الحقيقة لا نسمح لأي حقود أو حسود أو أي من الكفار يعتدون على الحرمين الشريفين. نحن أمة واحدة ونحن متحدين في هذا الموضوع. وقال الله تعالى اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحقيقة هؤلاء الناس يريدون أن يحقدون ويحسدون على التوراة الموجودة في المملكة العربية السعودية وفي القطاع في الخليج. هؤلاء يحسدون على الأمن الموجود لدينا. وأنا أشكر جميع الإخوان الموجودين، وأشكر الدولة الباكستانية في دعمها لحفظ الحرمين الشريفين، وأشكر جميع الإخوان الموجودين. هذا
يوفقنا لما يحب ويرضى واجعلنا متحدين. حضرت الشيخ سيف قبل ما يأتي مختصر في الأذان وقتاً ده حضرت الشيخ سيف لا الله جل شانه لحمد سنان فار حضرت داو فرمائل چه الحمد لله من دا حرمين شريفين سرا محبت ساتو ومن دا مصر عقيدت ساتو او هر حال الصوت چه دا حرمين شريفين مخالفي كاغد ايران والي كاغد يمن حسييني لغا هر صوتي من دا داشي خلقو سرا مقابلتو او دا حرمين شريفين با تحفظتو. او دا غین علاوہ حضر شیخ سے فرمائیزا پا دیر دیر زیاد خوشان شو چستاسو دی عظیم اجتماع دا او دی کامیاب اجتماع دا چی تحفظ حرمین شریفین دے زب پا دیر دیر خوشان شو چستی کی زمان حضیری شوا او زد دید مشرانو او دید نمائندگانو دی کارکنان چی سور دی دا غیر دیر زیاد شکر گزاری مو دید پار دعا کو او بی فرمائی چی اللہ جل شان فرمائی دو خیر امت نو خرجت الناس تاسو خود فورم متی چی دا خلق دا فیدی دا پر